السلام عليكم البنات. اليوم لقيت واحد المنتوج يدوي كنا نستعمله في الكوزينه باش نقطعوا الخضره وخصوصا البصله، لان البصله دائما كتخلينا نبكيو. الوغ خلينا نشوفوا المنتوج كي داير. ها هو كي داير، فيه واحد العلامه ديال اللي كتشوفوها ديال البصله من هنا. اوكي can open it this way. كتحليه بحال هكا، هذا باش ملي كتحطي الخضروات كتبركي عليها بحال هكذا، كتغطي وكتنزل لتحت. وكاين واحد المشطة صغيرة بحال هادي، هادي هاد المشطة الصغيرة، المشطة الصغيرة هي باش كتغسلي هاد البلاصة، كتنظفي هاد البلاصة من بعد ما تستعمليه، كتحيدي البقايا باش ما كتبقالكش هنايا. وحاجة زوينة فيه من بعد ما كتقطعي كاين ميجرمنت قياسات، كاين 1 كاب، هاف كاب، 2 كاب. انا بعدا تعجبني حيت كنستعمل القياسات باش كندير لي زانغريديون المقادير في الريسيبي ديالي. منتوج زوين، خصنا غير نجربوه. شفت فيديوهات على هاد المنتوج، الناس كيستعملوه بزاف، خديته من هوم جود. الثمن ديالو ماشي شي حاجة غالية، $9.99. تكوز دايس اونين ان وان سويفت موشن، و عندك الاستعمال ديالو ان انجلش كيفاش تستعملي. كي كات ذا اونين يو بليس ات اون بليد، ذا بليد chopped small pieces, and this is the measurement. When you're done, you can see to measure accurately 1 cup, half cup, or 2 cups, or 2 cups and half. نشوفكم في الجزء الثاني، حيت غادي نستعمل هذا المنتوج خصوصا سلطة. شكرا على المشاهده، thanks for watching. وشكرا بزاف على التعليقات، ولكن عندكم شي ريسيبي بغيتوها مرحبا بكم. وما تنساوش تسجلوا في القناه ديالي امل كيتشن. thank you, bye.